السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وأنا داو ديال كسر دوا ذا برنامج كذا بكذا قيبتن. وحين كوي جينا إثيوبيا مدلة بس أنا كذب. ودقال يا أولاد هذا لو هناك سماء أي كذا عنا ما يكسرودين. وقوي قدر كسي إثيوبيا بالكهر أي وحى أي هشيز كوجارين. أما بشي أكتوبر نحن دي أي هشيز كوجارين دولة إثيوبيا يكوح تي بيرف دلكن كوفر أفريقيا كذبنا. waxa qayb ka dhiman heshiiskaasi lagu kala saxiiday magaalada Nairobi xarun dalkii halkaas oo ay ku kulmeen talayaasha ciidamada labada dhinac markii ugu horeysay wafdi ka socda dawladda federaalka Ethiopia ayaa u amay baxay magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigray wararka ugu dambeeyay arintaas ayaan eegi doonaa iyo sida ay wax u socdaan yaa hoggaaminaya wafdigan muxuu sayahay wajeedkooda rasmiga ah ee safarka hadda Maqale ay ugu kicitaan وحدنا عجب في الجولة ده إيش هو هاي أرنتاسي سعيا بروح كويدين دونا دغلا فودين وسهيا جولة سلو هذا ما سنت هاي صحيح في القاعدة ده بدي أشيرنا وسلام إلنا نرو البرنامج ده نكرا سوادا واتهاي بريتوبيا أو مدة ده على كاس سوادا لبس صناعة وادو يتو هشيس لبو قصبي ومرأي كان كو أدو عادي لبوا دينا كونفرا في كأي وكلا سعيدان ومارتي وهذا لما تسعودي كده من نيروبي أيام ما كده بيه aya qodobadii maartii lagu sii adkeeyay oo talyaashi labada ciidan ay ku kulmeen wixii inta ka dambeeyayna xajinta maalmihii la soo dhaafay soo baxayba dhinacyada eeday u soo jeedinayeen oo ku saabsan hirgelinta qodobadii lagu heshiiyay haddana wafdi dawladda federaalka socda ayaa u amabaxay Maqale bal intaasi nooga dhaaf wafdigan horta hadda loo diray magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray waxaan ku tilmaami karaa biimo هذه او اس بي مان معناها تجابه ها هذه ماركه ميل خطر لو شيغو قفتي قفنفتي هورا كان لو فيريا ماركه هورا هذه ماشن هورتا ده وخي كدعي دد كو خوغال بي كوديهين وقيق ايتوبيانا ديق بدن با كو داتاي دغالو لبا سنه سعودي او اي دد بدن كو نفوايين كو بدن او كلنا اي كو بركعين كو بدن او كلنا اي دعوعي كسو غارين يا كدعي مرك قاعد كود واحد ماشى كده عي حسوق بالقط المبي أو ده هلاك بوها كمانان يا كمانان هذين المليون سجالين يعني ماشى كو غرب هذا مرك اللي جاي ما دو مش كده سيد عضي وكي هو هشيس أي هرقلبات كده بدأ كري حيين والله بدأ لنا عتيب بيعرفي دولة ده حي دل كيتوبيا وكل حمريس أفريقيا كده بنا القط ما يستريكينيا أنت وحي كده بيجي حكت بعد مودة سين وقلاي أو عقتشيت بدن وكشري مركا عقتشيت كاسي وحاوي هليي هذا لقوا الكلول أو أي لبضة لنا إسوي درسنا يين أو مركا قاركود مركا قاركود عن راهدة أمو قنا يي وإن هشيس كي وماشة كبح أو لبضة لنا عي وكاين واحدة قال الإعلامين يوكله ما لو يتوه جميع تي بيلفتا وكي ور الدولة كوي ذين يو سو صاري إنتي حبة شو تنت الله صحيح هاي كذب دولة دون سيد وكلا يذن مركّة قاركود بس راكي شو ذا أي فريمة على هذا كديرين والبهار وحاب اللقبي إن مركّة لا يذيب وغوي يتوبي أي حبة دي وقبل لعبته إلا يهاتنا ما الله ده يكره أو شخص واي بسلاطي أو نبض بلوه ده شيء يستي لا ما ده يكره أو الدولة ده حي ذلك إثيوبيا ساكة وحي ديرتي ومقالة مقالة أو ديرتي وفت تتابع بروح على غصة ما يجي إن واجي تقال في السعودية حان حسوس تا سلاكيشة لقطتهم مو إن الدولة ده لش غيرية كوهن تي بيعرفت مقالوا يك معمول يان إنتي سوق قبطان أو أي دلال أو هي البوه ده قرب قرب وشران يأيي ده سنتري يعني سيد اللوكا اللي فوق هذه مركا كون هذا وقت الشباب ونفتوا هالليجيال دولة ده هي كفيرنا سماش بحال قالين كه هلا بدي سنة الله صار عفاي إن أي بلاهي كتير تولي إن كان لكن سيد مغاتتي بيلف الكين واخد ما هذا وين التبر دكتي تقال كان واحد بضم بيكوي ذي مركا نمان هذا هي قلبت ركود عبس بضم لقى قبض معها لكن توفت كان هذا نكو جميل هي وحكومة قالها federation kama baarlamaanka Ethiopia gudoomiyahooda ah lagu magacaabo Takaze een waxa uun hadda uu aad sababo u tagaya ama qala u tagaya baan ka wada yaani bal in la sii fiirfiiriyo isla markaasina loo kuur galo waxa ka hirgalay heshiiskii ay labada dhinac ay kala saxiixdeen xabajoojinta ay ugu horeysay marka waftigan oo fara badan masuuliyiin kara oo
heerar kala duwanina ay la socoto waxa hoggaaminaya gudoomiyaha golaha federation-ka Ethiopia Takaza ninka lagu magacaabo waxa uuna halkaasi ku sugnaan doonaa maalmaha soo socda isagoo kulamo la yeelan doona dadka deegaanka iyo ururka TPLF ee heshiiska la saxiixdeen una kuurgali doona bal haba joojintii iyo heshiisyadii waxa ka dhaqan galay dhanka TPLF marka hawshan waa hawl yididiilo gelinaysa dad badan oo dadka qaarkoodna ay ku tilmaamayaan tallaabadii ugu horreysay oo dhanka nabadda u qaaday Abiy Ahmed laba sano uu dagaal ku jiray gobolkaasi Tigreega. Dad fara badan oo Itoobiyaan ayaa arrinta soo dhaweynaya, kuwa badan inay tijaabo yihiin ee iyaguna laftirkooda u arkaan oo bal weli aan la is-aaminin. Haddii la is-aaminay oo waxaan si dibli ah looga heshiiyey, waxay noqon lahayd in mas-uuliyiin heerkan ka sarsareys ay dowladda dhexe soo dirto, kuwa TPLF oo iyaguna dee kuwa ugu sarsareeyey ahna iyaguna ay addis sababo imaadaan. Laakiin laga yaabay inay soo socoteen hadda kana aduu calaaya xaal lagu bilaabay waa hordhici, waana fiirin doonaa meesha ay ku dambayso xagga TPLF. Weli dhankooda ma ka hadlayeen waftigan iyo safarkan wuxuu ku saabsan yahay? Runtii maya, weli TPLF wax waran oo ka soo baxay dhankooda ma aanan arag inay ka hadleen, waa suuragal. Nimanku say waa afdheerayeen waayahan uma afdheera warbaahintana uguma ordaan, waxaana taasi ay ku tusinaysaa qofku markuu energy hayo iyo xoog iyo tabar hor ah u hayo uu bahasha ay dhankiisa u socoto iyo warbaahinta ku soo ordaa. Nimankan 24 saacadood warbaahinta taagnaan jiray, hadda waxaa laga yaabaa in la dhaho warwarkooda balaan raadin oo intii la waco telefoonadooda la waayo. Marka waa ilaa hadda maanan arag meel ay warbaahinta kaga hadleen, laakiin dee way ku khasban yihiin waftigan dowladda dhexe ka socda iyaga heshiis la galay inay soo dhaweeyaan oo wixii ay uga baahdaanna u fududeeyaan qoladan waftigan hordhaca ahad ee tijaabada ahna de markay laabtaan war wanaagsan intay ka geeyaan markaa kadib kuwa intan ka sarreeya ama ka madaxya waaweyn loo soo diro. Marka eeliya abaal bay ku qabaan, dabcanna way soo dhaweyn, si weyn bayna u soo dhaweyn, wayna ku khasban yihiin haddii ayna dagaal qaadanin. Dee dagaal kuma qaadan karaan guddoomiye baarlamaan, meesha waa meesha aadan faraxayn jirin. Marka wax weyn ninkan lama joogo. Hadda haday intay ku karaabo seegaan ay yidhaahdeen wafdi Itoobiya ay roo yimid aynu intan qurdo dumsan meel laba uma buuxisaba. Marka nabadda iyo waxay ka doorbidayaan Burhaanu Julle iyo inay qurdo dumsadaan ba macnaha Cabiy Axmed iyo Burhaanu Julle iyo raggaas ay isa soo cuneen hadday meesha mari lahaayeen. Calan aqaal jaanis bay noqon lahayd, war aan rugmana haddaan rabne kuwan aynu diro. Dee marka laga tusaale qaata sida loo kala aamin baxay sida loo culoobay way dhici kartay, laakiin haddaan inay ku karaama seegaanna meesha ma marayo, dagaal kalena ma culaamin karaan. Waynu ku khasban yihiin caleema aqooyan ay ku soo dhaweeyaan si doorka nabadda fursad weyn loo siisiiyo ayna u sii noolaadaan. Hadda nolol bay baahi weyn u qabaan. Aad iyo aad waa tahay gudigii dhexdhexaadinta Uhuru Kenyatta oo ka mid ahaa ee maalmahan la sheegayay inay u safri doonaan Maqale. Marka ma la socon karaa wafdigan hadda dowladda federaalka ka socda ee Maqale aadeen waxay iyadana xumur qayb ka tahay gudigii dhexdhexaadinta xagga tagay iyo wadahadallo kale oo waxaa ka dhici doona? Runtii may dowladdu waxay hadda fariintan u eegtahay iyo waxay isleedahay deegaankan mayna xukumin labadii sano la soo dhaafay oo amar dowladeedna kama shaqaynaynin, qori afkiisa unba ka shaqaynayay. Deegaankan Tigreeguna wuxuu ka tirsan yahay dee Itoobiya. Marka wadankaagi wufuud caalamiga ay kuugu imanayso, gobol wadankaagi ka mid a inaad wufuudda caalamigaasay marti ugu yihiin oo kale aad marti aadna ugu sii noqoto waa wejiga laga yeelo qurux badan yahay. Marka waxaa laga yaabaa gobol xaad iyo in iyagu ka Itoobiyaan ahaan ay sii hawsha sii salaxdaan, kadibna dowladdu si ayna ugu muuqan iyada laftirkeeda inay meesha marti ku tahay laba sano ilaan ka maqnayday ay sii tagto oo ay sii howlaha sii xuraanto oo nimankan ay haddii uu yar madmadow sii jiro la sii dhiraandhiriyo, kadibna wax isku toosan wufuudda caalamigiihi dadka gobollada dariska ka imanaya ama dalalka dariska aan iraahda ka imanaya ay la soo horfadhiistaan. Marka dowladda dhexe tallaabadan aadka loogu ammaanaya ee dhanka nabadda u qaaday laba fariimood labadaba way xambaarsan tahay. Waa midda koowaad,
فرين جود واهين دولدر ده حايك جو أنت هاي نبضي هاي صوص حيح ده يحب تشوتشنتي ما قلنا سيدا أتغيسو عينا كم وشنا سينا لين كذي وحدة هاي كفلين وعمناد يكلسوني ربطينا عبورته فرين الله بعضنا وحوي عيدر يسو إتوبيا جوده هذاهان ده دولدر ده حاينا يسمو ماشان جبر كان عينا مرتكا نغنن وما دام وضن كي يمملوا سي وكم ده حال لابد سنة عيسن وح سامينا كلها هين بر سامينا يكون سيالته ويضو عين نقطة جروذين كوفود عالم جا كسر دوين يس جوش النبضات نفذين يس كدي بن ماشاس أور خل قاعد كهذا أي كل ما يان وح يكلمه هذا وقع وهاجا هذا ما سين يقول دوا ضيال بروح يكسر كردا وفدي دولة فضل على كها مقلة هذه دب أيينو كو عندنا هذا به ودر أو جلادة وحى معلوماتها دب يعني كلوا عندنا بس أنت سينكسر جب جبين أقرب كان تاني كلهن تنبه نبقي صاحبها.